تعد ثلاجة سانوسي واحدة من أقدم أنواع الثلاجات في السوق المصري، وقد حظيت بإعجاب كثير من الأسر المصرية، مما يجعل كثير من السيدات يبحث عن ثلاجة سانوسي وتعد اختيار مناسب لهم، وذلك لجمعها بين الكثير من مميزات الثلاجات المستوردة الأخرى، ولكن مع أسعار أقل بكثير من الماركات المستوردة وبكفاءة لا تقل عنها كثيرا. بالنسبة لمميزات ثلاجات سانوسي، 1- تتوافر بتقنية النفروست وبالتالي لن تجد معاناة في التعامل مع الثلج الموجود بالثلاجة. 2- طبقات عزل متعددة. 3- أزرار منفصلة من أجل سهولة التحكم في درجات الحرارة سواء للثلاجة أو الفريزر. 4- أرفف عالية الجودة المصنوعة من خامات البلاستيك المقوى من أجل تحمل الأوزان الثقيلة. 5- تحافظ على الطعام طازجا لمدة طويلة، وكذلك يمكنها أن تقوم بحفظ الطعام بارد وطازج لمدة 6 ساعات مع فصل الكهرباء. 6- تصميم مميز وعازل للصوت ولن تشعري بوجود الثلاجة في منزلك. 7- تعمل على توفير الكهرباء والطاقة وتعمل بأقل طاقة كهرباء ممكنة. أما عن عيوب ثلاجات سانوسي، 1- عدم توافر قطع الغيار بصورة كبيرة ومنتشرة في الأسواق. 2- الخامات المتكونة منها الثلاجة ليست خامات عالية الجودة، وكذلك قد تواجه في بعض الأحيان مع الاستخدام المتكرر مشكلة فصل وتسريب غاز الفريون. 3- قد تواجه مشكلة مع الرفوف وذلك لضيق مساحة الثلاجة، ولكن يمكنك إعادة ترتيبها بمتوافق معه. هنتكلم عن أفضل وأحدث أنواع ثلاجات زانوسي في السوق وأسعارها. ثلاجة زانوسي 14 قدم بريما بسعر 5950 جنيه. ثلاجة سانوسي 14 قدم جراند بسعر 6100 جنيه. ثلاجة سانوسي 18 قدم بريما بسعر 7750 جنيه. ثلاجة سانوسي 18 قدم جراند بسعر 7950 جنيه. ثلاجة سانوسي باب 1 8 قدم بسعر 2900 جنيه. ثلاجة سانوسي 2 باب 270 لتر بسعر 4800 جنيه. ثلاجة سانوسي باب 1 10 قدم بسعر 3600 جنيه. ثلاجة زانوسي نفروست 12 قدم بسعر 4900 جنيه. ثلاجة زانوسي 16 قدم بريما نفروست بسعر 6800 جنيه. ثلاجة زانوسي 16 قدم جراند نفروست بسعر 6950 جنيه. ودي كل المعلومات عن ثلاجات زانوسي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واعملوا اعجاب ومشاركة علشان يوصل لكل الناس علشان يستفيدوا. ما تنسوش تابعونا على الموقع الرسمي للقناة، والرابط هتلاقوه اسفل الفيديو. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.